المال الحلال اهو، خبيز ام احمد اهو. ايه الحلاوه دي يا ست ام احمد؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله يا ولاد؟ الله اكبر الحلاوه دي. شوف العيش عامل ازاي، بصوا الجمال ما يطلع بقى. الله اكبر. قولي لي بقى، انت كنت بتقولي جمله وانت بتعجني. بتقولي ايه على العجين بقى؟ عجيني بين ايديا وقال الشهاده يا ولي على الكتير وشوي، شهاده تزيك وتحط البركه فيه، شهادة مخلصة عدد الرمل من الحصر من عفشاية من دبانة يهود. اللهم صل على النبي الموجود. لايف لايف عيشك قطايف، ياكل منك الجيد والندل خايف. لوف لوف كما لفت البنت على الجدع بسنة رسول الله، وقلت اشهد لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر. ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ست ام احمد الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. اتعلمت الموضوع ازاي؟ مال الحلال اهو، عيش الحاج ام احمد اهو. اتعلمت ازاي؟ اتعلمت من امي. الله يرحمها. زمان كانوا بيعلموا الخبيث في قلب البيت. ايوه، لازم الواحده تخبز. أيوة واللي مش تخبز تتعلم. الام تخبطها على ده كده اهو. اخبز. فتعلمنا الخبيث. والله انني امي هنا بقى كل الناس على بصي. تعلمنا الخبيث، وجيت هنا برضه الله يرحمها برضه حماتي. علمتنا برضه، قعدنا خبزنا، قالت عايزه اخد العيش طري، قلت لها ايه وانا خبزت، وكنت بقى كانت بتستغربت ان انا بقى. وجيت بقى فتحت المشروع ده. بقالي كام سنه يا اما؟ 30 سنه فتح المشروع. ما شاء الله. فتح ناكل منه عيش، اللي جاي على قد واكلنا وعلى قد مصاريفي اللي معايا برضه، كله بصرف منه على قدنا كده. ما شاء الله. بنصرف وبناكل منه والحمد لله، ورضا والحمد لله. قولي لي بقى، انا كنت سامعكم بتغنوا كده وبتقضوا يومكم كده. احنا لازم نقضي يومنا كده. يغنوا حبه، يقعدوا حبه، يريحوا شويه، ونكبس شويه، ونشرب شاي، ويعملوا شاي. سمك. اهم شيء السمك المشوي يا جماعه. اهم شيء السمك المشوي. العيش بتاع ام احمد ده هو بالسمك المشوي. بسم الله ما شاء الله. والله بالسمك المشوي سكر. سيبكم من الرز. نعمل ونجيب حبه النخيه، ممكن نعملها واحنا قاعدين هنا، ممكن نطبخ واحنا على الفرن اهو. وريهم العين اللي طالعه دي بقى. ما دي بقى المره اللي فاتت كان عليها فول. المره دي عليها وبنطبخ عليها. وبنسوي عليها البطه والفرخه. ما شاء الله. بنسوي وناكل مع بعضنا هنا. ما شاء الله. مش بنفرق بعض الا ساعه النوم. نخلص شغلنا. وكل واحد نخلص شغلنا، كل واحدة تروح على بيتها. العين دي لقمة حلوة بتجيبها ناكلها سوا. الحاجة تجيب لنا الفرخة نطبخها، البطة نطبخها، اللحم نطبخها، البامية، الملوخية، السمك، الصياد يجيبوا لنا ونشوف الفرن. من الترعة اهي بالصيادة اهو. بالصيادة من الترعة من هنا، وبنشتري منهم واحنا نشوي هنا. هي تعمل لنا دقة السمك ونيجي ناكل مع بعض. بتبقوا بقى بتيجوا من الساعة كام او بتبدأوا شغل من الساعة كام؟ الساعة 6 احنا والعجين معانا. ممكن نخلص المغرب بعد المغرب. احنا وشطرتك على حسب كميه العجين اللي معاك. سبع بعنا وسبع زبايننا وكده. ما شاء الله. لازم ندنك قاعدين طول المغرب. انا عايز اختم بقى باغنيه. اغنيه؟ شوفوا الاغنيه فين. وديني كده كده، وديني كده كده، خلصته بالسيده ما يبقاش براه. ربنا يديك الصحة يا ام احمد. المال الحلال. المال الحلال. المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. المال الحلال اهو. الاكل الحلال اهو. الشرب الحلال والاكل الحلال. ويا جماعة انا بوصيكم الزمان يوصيكم، اللي إلها بنت تحافظ عليها في المدرسة وتشيل التليفونات
النت يا جماعه هيبوظ منكم البنات. حافظوا على بناتكم، حافظوا على اولادكم، وراقبوا البنات وشوفوا البنات بتمشي الساعه كام وبتطلع من المدرسه الساعه كام. المدرسين مش عليهم عتاب ولا عليهم لوم، الام اللي في البيت مش الاب كمان الام. حافظوا على بناتكم، انا بقول لكم اهو، واللي عايزه اللي فاضيه وعايزه تيجي مع ام احمد تيجي. احلى كلمه واحلى نصيحه يا ام احمد. اه والله انا عايزاهم يحافظوا على بناتكم.